فلو احنا حبينا بقى نحط البالس سيكونس ديجرام كله على بعضه في الاكوزيشن، بيسكلي احنا بنحط هنا 90 ديجري بالس، او احنا عندنا سبين ايكو سيكونس، بيبقى عندي هنا سلايس سيلكشن جريدينت بتاعي و90 ديجريز 180 ديجريز برضو بيبقى عندي نفس الكلام سلايس سيلكشن جريدينت. الفيز انكودنج ممكن احطه هنا وممكن احطه هنا. بيبقى عندي بقى الجزء بتاع الجي اكس بتاعي بحطه في 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 الجزء اللي انا بعمل فيه اكوزيشن في نفس الوقت اللي بيجي فيه الايكو بتاعي. لو عندي سبين ايكو يبقى معنى هنا باخد هنا تاو، هنا تاو كمان، يبقى باخد ايه كولكشن للايكو بتاعي عندي توايس تاو. انا ممكن اشيل دول كلهم كده واحط مكانهم 90 ديجريز وخلاص، ويبقى هو ده الايه اللي هو يا اما الساتوريشن او البالس ساتوريشن سيكونس، ونفس الكلام هو هو بالظبط. الحاجه اللي موجوده هنا دي اللي هي النيجاتيف لوب دي بنسميها ريفوكسنج جريدينت. هي هدفها ان هو يعني الناس بتقول ان احنا عندنا من الثيوري يعني او من البراكتيكال يعني اكسبيرمنتس هنلاقي ان احنا عندنا الفيز بتاعنا بيبقى زيرو بالظبط في نص الار اف بالس. فهو فعليا لو احنا حطينا جريدينت بتاع الجي زي يعني بطول الار اف بالس كلها هنلاقي ان احنا عندنا في نص الجريدينت دوت عمل اكيوميليشن لفيز في السلايس بتاعتي، والفيز ده اكشوالي ما هوش مفيد لان هو بيخلي لي السيجنال بتاعتي اقل. فانا بحط سكند يعني في عندي لوب كده بتاعت ريفوكسنج لوب بتبقى نص دي بالظبط، يعني شوف دي كام واحط نص زيها هنا بالظبط هنا. اوكي، فدي بتعمل لي ريفوكسنج للايه، بسميها ريفوكسنج جريدينت. اوكي، زي ما احنا شايفين هنا كده. اوكي، فدي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه في ال180 ديجريز نتيجه انها كبيره قوي، وطبعا ممكن اللي يعني عشان امبلمنت 180 ديجريز على فكره فيها بعض الصعوبات، وفي اريا كبيره الحقيقه اسمها ار اف بالس ديزاين، فما هياش بالبساطه دي ان احنا نعمل فليبنج يعني لاي انجل، فبيبقى عندنا غالبا امبرفكشنز. فاللي بيحصل بيحطوا هنا حاجه قبليها وحاجه بعديها بيسموها كراشر جريدينتس. الكراشر جريدينتس دي اللي احنا شايفينها هنا دي هدفها ان هي تحسن لي السلايس بروفايل بتاع ال180 ديجريز، عشان تخليها يعني لو انا عايزه حاجه معينه زي ال90 ديجريز مثلا تخلي دي اولموست زيها. اوكي، فدي حاجه برضو مفيده جدا بتبقى الناس بتعملها براكتيكال يعني من غير ما نخش في التفاصيل بتاعتها ثيوريتيكال، نبقى عارفين برضو ان هي هدفها ان هي تحسن لي السلايس بروفايل للحاجات بتاعت ال180 ديجريز اللي هي الفليب انجلز الكبيره. نفس الحاجه هي برضو بنلاقيها عندنا في الجي اكس في الاتجاه الجي اكس، بدل ما بنحط بالس كده وخلاص لا، احنا ممكن نحط نيجاتيف بالس الاول ولما نيجي نعمل اكوزيشن بعد كده نحط بوزيتيف بالس، ونحط دي برضو عباره عن نص دي، لان برضو بنعتبر ان النص الايكو بالظبط ده بيبقى عنده زيرو فيز. فمعنى كده لو احنا حطينا هنا جريدينت من قبليها ولغايه بعديها كده وخلاص، احنا هنا بنأكيوميليت فيز. فلما بحط هنا نيجاتيف جريدينت بيأكيوميليت فيز معين، وبعد كده برجع اعوضه هنا بحيث عند النقطه دي بالظبط بيبقى الفيز بتاعي في اتجاه الاكس بيبقى زيرو. اوكي، فدي برضو نفس الكلام بالظبط، دي حاجه مفيده جدا برضو بالنسبه لنا علشان نقدر ان احنا نحسن الاكوزيشن بتاعنا. هي اكشوالي لما نيجي نفهم الكيس بيس بيتعمل ازاي هنلاقي ان هي فعلا لها منطق واضح جدا في الجزء ده.